بيان طارق. مع تواصل ردود الفعل الدولية والعربية الغاضبة على المجزرة التي وقعت في مدينة الحولة في محافظة حمص وأودت بحياة 92 شخصا بينهم 32 طفلا بحسب بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، جاء الرد الرسمي السوري على لسان الناطق باسم الخارجية السورية الدكتور جهاد المقدسي الذي نفى نفيا قاطعا مسؤولية الجيش النظامي عن المجزرة وشرح حيثياتها. طبعا بالإضافة للإدانة والنفي لما حصل أنه على يد القوات الحكومية، أود أن أقول أنه وبشكل قاطع لم يكن هناك دخول لأي دبابة سورية أو مدافع سورية موجهة إلى هذا المكان الذي ارتكبت فيه المجازر. لم تغادر قوات حفظ الأمن والنظام أماكنها، بل كانت بحالة الدفاع عن النفس. وأكرر، الجيش السوري عموما والقوات بهذه الحالة خصوصا بحالة الدفاع عن النفس. هلأ ردت القوات السورية على هذا الاعتداء من باب الدفاع عن النفس، وانتهت الاشتباك انتهى بتمام 11 ليلا من يوم الجمعة الفائت. هلأ ما يحصل ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة السورية مسؤولة عن حماية مواطنيها من المدنيين، وقوات الحكومية السورية دستوريا من واجبها الدفاع عن هؤلاء المدنيون، وهذا الأمر لن يتوقف. سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها سواء من أعجبه هذا الأمر أم لم يعجبه. وأكد المقدسي أنه جرى تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق بمجريات المجزرة على أن تصدر النتائج خلال 3 أيام، مؤكدا أن الموفد الدولي كوفي أنان أبلغ بالأمر وسيصل الاثنين إلى سوريا. وجدد المقدسي التأكيد أن الحل الوحيد في سوريا هو الحوار السياسي، كما تطرق إلى قضية المخطوفين اللبنانيين. المخطوفين آخر ما حرر ما سمعناه عن مكالمة بين السلطات التركية والسيد وزير الخارجية اللبناني. ندين هذا العمل، ندين هذا العمل، لن نأنو جهدا في المساعدة في عودة هؤلاء إلى بيوتهم آمنين. وسؤال أيضا يسأل للدول التي تساعد والأطراف التي تساعد أين وصلت بهذا الأمر. وفي المقلب الآخر، طالب رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون من تركيا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفه بمجازر النظام في سوريا. أهيب بالشعب السوري العظيم وبالجيش السوري الحر وجميع كتائب المقاومة الوقوف على أهبة الاستعداد، فلم يعد هناك وقت نضيعه. وإذا فشل المجتمع الدولي كل مسؤولياته بحماية الشعب السوري تحت البند 7، لن يكون هناك خيار آخر لشعبنا سوى تلبية نداء الواجب وخوض معركة التحرير، معركة الكرامة والحرية، معتمدا على قواه الذاتية. رئيس بعثة المراقبين الدوليين جنرال روبرت مود دان في وقت سابق مجزرة الحولة معتبرا أنها مأساة وحشية. الذين يستخدمون العنف لأجنداتهم الخاصة سيتسببون بمزيد من عدم الاستقرار وبمزيد من الأحداث غير المتوقعة، وقد يقودون البلاد إلى حرب أهلية. مود في مقابلة مع صحيفة الاندبندنت أشار إلى أن حل الأزمة في سوريا يكمن بيد الحكومة والمعارضة التي وصفها بالمشتتة، والذين يغذون الأزمة من الخارج من خلال توفير الأسلحة والمتفجرات، مشددا على أن البلاد لن تشهد وقفا حقيقيا وفعالا لإطلاق النار ما لم يقم المقاتلون أنفسهم بتنفيذه. ميدانيا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مدنيين بينهم طفل في اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر في مدينة الرستن وفي عدد من مناطق ريف دمشق، إضافة إلى مدينة حماة.